فالذي تتميز به عائشة. عائشة رضي الله عنها وأرضاه هي بنت أبي بكر، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في شهر شوال، ولذلك يحب كثير من الناس أن يكون زواجه دخوله على أهله أن يكون في شوال تيمنا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. عائشة لم تكن المرأة الوحيدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قال في القرآن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن، هذا موضع الشاهد، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أمهات المؤمنين جميعا اشتركن في هذا الأمر، كلهن في تلك الحجرات المباركات يرين هدية صلى الله عليه وسلم فينقلنه للناس. قلنا ما الذي امتازت به عائشة؟ الله جل وعلا حكيم خبير، وكما نقول مرارا كما أنه ذو فضل فهو ذو عدل. الوحي، وهذا من نفائس العلم وأنا أجزم به، لم يأتي أحد، الوحي لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش أحد إلا بفراش عائشة. وأمهات المؤمنين لهن أعظم القدر وأجل المكانة، وهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. مع ذلك الوحي، أي جبريل، لم يأتيه صلى الله عليه وسلم الوحي وهو فراش أحد غير عائشة. لو أردت أن تتأمل لقلت الجواب ظاهر. كيف نقول إن الجواب ظاهر؟ كل أمهات المؤمنين كن ثيبات. ما معنى ثيبات؟ من لوازم كونهن ثيبات أنهن نمن مع رجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وإلا ما كانت ثيبة. باستثناء من؟ باستثناء عائشة، لم تنم مع رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أمهات المؤمنين نمن مع رجال أزواج، يعني واضح المسألة، لكن حتى درءا لنزغات الشيطان لا يأتي أحد يلتبس عليه الأمر فيظلم نفسه قبل أن يظلمنا. لكن المراد هؤلاء الأمهات الطاهرات المبرآت، كنا متزوجات، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متزوجات، وهي رضي الله عنه وأرضاه لم تتزوج قبله، وقطعا كلهن لم يتزوجن بعده، لأن هذا أمر حرمه الله وجعله من أعظم الكبائر. وهذا قلنا مرارا من نفائس العلم، هذه أقل من الأولى، إن هذه قلتها من قبل، وهو أن هذا أمر نهى الله عز وجل الأمة عنه وامتثلت له الأمة. الله نهى المؤمنين أن ينكحوا أزواج النبي بعده، ولم يجرؤ أحد، ولا يعقل هذا، ولا يقبل، ولا يمكن أن يأتي من الصحابة أن يأتي أحد يدور بخلده أن يتزوج من كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بقيت ستبقى زوجته حتى في الآخر. قلنا هي رضي الله عنها وأرضاها كان الوحي ينزل فيها، حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، وقد قال الإمام الذهبي وقال غيره وهو الحق: إنها أعلم نساء العالمين، لكثرة روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قربها منه حسا ومعنى. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فمن يدنو منه سيأخذ أفضل العلم، فهي رضي الله عنها وأرضاها كانت قريبة منه جدا وأخذت عنه علما كثيرا. وقد مر معنا قبل قليل أنها روت عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من قرابة 2010 أحاديث رضي الله عنها وأرضاها. هذا جملة ما أردنا بيانه كإطلالة كتمهيد، ونحن نتحدث عن بعض الأحاديث التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا من مناقبها الظاهرة أن أباها وأمها كلاهما مؤمنان، فيقال رضي الله عنها وعن أبويها، أبوها أبو بكر وأمها أم رومان رضي الله عنها وأرضاها. نعم.